أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم من قناة الصحة. بنحييكم وبنقدم لكم برنامجنا المميز المفضل اللي لكم إن شاء الله، برنامج حوار مع طبيب. النهاردة في حلقتنا هنستضيف الدكتور سيد عبد المنعم، أخصائي زراعة الأسنان. والفقرة الثانية في البرنامج هنستضيف الدكتور علاء الدين ناصر، استشاري العلاج الطبيعي وعلاج السمنة والنحافة. هنقدم فقرتين مع بعض، أو بمعنى أصح ورا بعض، عشان نتكلم فيهم عن كل ما هو مفيد وكل ما هو ممتع وجميل وظريف مع دكاترتنا النهاردة. هنرحب بيك دكتور سيد، ونقول لحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك معانا على الهواء في استوديونا في قناتنا، قناة الصحة والجمال. يا أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة دكتور سيد هتكلمنا حضرتك عن زراعة الأسنان. مفهوم زراعة الأسنان إيه؟ طيب قبل ما نتكلم عن زراعة الأسنان، خلينا نتكلم عن السن الطبيعي الأول. تمام. السن الطبيعي بيتكون من جدر، أيوة، وفوقيه الكراون بتاع السن اللي هو بنستخدمه في الأكل، أو في السنان القدامية بيكون الشكل الجمالي بتاعنا. لما بنفقد السن ديت، احنا محتاجين نعوض السنه بنفس الطريقه، بنفس الوضع بالظبط. أيوة. محتاجين جدر هيتشلها والكراون اللي احنا بنحطه عليها. هي دي زراعه الاسنان، عباره عن بالبلدي مسمار نحطه. أيوة. في العظم، بعد كده نركب عليه الكراون بتاعنا، او نركب عليه السنه بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها في الاكل او هنستخدمها في الشكل الجمالي. زراعه الاسنان هي احدث حاجه في الموضوع ده، هي البديل بتاع التركيبات الثابته او المتحركه في للاكل للاستخدام الوظيفي. تمام. طيب دكتور سيد، احنا بنقول زراعة الأسنان، زراعة الأسنان لها مفهوم أكتر وأوسع بكتير عند المريض الأسنان اللي هو فقد أسنانه، أو اللي بيعاني من مرض الأسنان عامة. فاحنا هنا بنقول هنتكلم عن الزراعة عامة باستفاضة. بمعنى ايه؟ عايزة نوصل للمشاهد يعني ايه نزرع سنة، يعني ايه نزرع سنة. السنة دي فعلا هتبقى دايما موجودة عندي، او مدتها قد ايه بالظبط للمريض العادي، يعني اللي هو زرع سنة واحدة. طبعا النهاردة هنقول ان احنا مش بنزرع سنة وخلاص، احنا ممكن يكون عندنا اكتر من حق من سنة، ممكن يكون عندنا الصف التحتاني كله، الفوقاني كله. طب الزراعة دي اكيد لها شروط ولها اسس معينة للسن، لحالة الحالة المرضية للمريض، لاي حاجة. فحضرتك كلمنا باستفاضة، يعني عايزين نعرف من حضرتك بالظبط الموضوع ايه. طيب هنقسم السؤال لكذا حاجة. اكيد مبدئيا كده المريض او الشخص اللي بيروح للدكتور هو مش بيروح عشان يزرع اسنان، هو بيروح عشان اسنان مفقودة، محتاج ان هو يعوضها بأي طريقة، محتاج ان هو ياكل، محتاج ان يكون شكله كويس، محتاج ان هو يتكلم كويس عشان يصير متأثر على السنان. فهو ده الهدف الأساسي بتاعه، اللي هو البرودكت الأخير، المنتج الأخير، ان هو يكون في بقه سنة تقوم بالوظائف ديت. تمام. زراعة الأسنان كترند دلوقتي. أيوة. هي بتختلف من شخص لشخص، او بتختلف حسب الحاله من شخص لشخص. حضرتك سالتي بتقعد قد ايه زراعه الاسنان. ممكن نقول السؤال ده، هل هي بنزرعها في قد ايه، او بتقعد فوق المريض قد ايه؟ لا، انا مقصود من سؤالي الاول بتستغرق قد ايه وقت لزراعتها. السؤال الثاني او الشق الثاني من سؤالي، وقتها قد ايه في بق المريض؟ يعني بنطمن المريض، بنقول له دي مدى الحياة ولا لا وقت معين؟ هنتكلم في الشق الأولاني اللي هو بتاخد قد ايه وقت. بتاخد حوالي 10 دقايق، لو هنزرع سنة واحدة بتاخد حوالي 10 دقايق. ده لو في حالة ان العظم نفسه، جودة العظم تكون كويسة. تمام. عندي عظم كويس، عندي مريض صحيا كويس، نقدر نزرع، متاخدش الموضوع بياخد اكتر من 10 دقايق. بالنسبة بتقعد في بق المريض قد ايه، دي بترجع للعيان نفسه. العين بيحافظ على نفسه ولا بيحافظ عليها ولا لا. بيغسل سنانه كويس، بيعتني باسنانه، وبيهتم باسنانه. هتقعد اطول فتره ممكنه، هي يعني مفيش حاجه اسمها فتره صلاحيه، او احنا هنغيرها بعد قد ايه، او هنشيلها. أيوة. بعد قد ايه، هي فتره صلاحيتها بتختلف من شخص للتاني حسب عنايته بنفسه واهتمامه بنفسه. عنايه واهتمام يا دكتور، ولا متابعه مع الطبيب المختص؟ ما هو من جزء من العنايه والاهتمام. المريض طبعًا. العادي، الشخص طبعًا. العادي حتى في سنانه السليمه المفروض بيتابع مع الدكتور كل 6 شهور او سنه. اكيد. مش مجرد ان هو مش مجرد اللي زارع بس. ده هو لازم يروح للدكتور، سواء هيعمل روتين تشيك، يعني هيغسل، هينظف سنانه. أيوة. هيعمل، هياخد التعليمات عشان لو اي حاجه ظهرت في اسنانه ان احنا نقدر نعالجها قبل ما تتفاقم، قبل ما طبعًا. توصل لحاجه كبيره.
وزراعه الاسنان مش استثناء للموضوع ده. فزراعه الاسنان ده بالعكس ده بتحتاج اهتمام اكبر بكتير من السنان الطبيعيه طبعا، فمحتاج ان هو يزور الدكتور كل فتره علشان نقدر ان احنا نحافظ عليها. ده جزء من العنايه بتاعته، جزء من الوقايه اللي احنا هو بيعملها. طب دكتور سيد، احنا بنقول الزراعه لها استعدادات، ايه هي استعدادات المريض اللي هيزرع سنه؟ بنعمل له ايه؟ هل له تحاليل معينه؟ هل ليه مثلا بنجيب له يعني مثلا مفهوم ان الدكاتره كلها اثبتت ان هو ما عندوش حاجه مرضيه، مرض عضوي معين؟ ده سؤالنا بيهم كل مشاهد النهارده، عايز يعرف انا ينفع ازرع سنه ولا لا، بمعنى اصح او اوضح. هو في البدايه اي مريض بيدخل العياده عشان يزرع سنه لازم بنعمل اشعه ثلاثيه الابعاد. تمام. علشان الاول نطمن على شكل العظم ونطمن عليه. لو لقينا ان العظم كويس وانه هيقدر ان احنا نزرع، ساعتها بنبتدي نعمل تحاليل روتينيه بنستخدمها علشان نتاكد ان هو ما عندوش اي امراض عضويه او اي مشاكل عضويه. تمام. تاثر على موضوع الزياده او الزراعه او ان الجراحه ما تاثرش عليه باي حال من الاحوال. بنعمل صوره دم، بنعمل تحليل سكر عشان نطمن على السكر. مش تحليل سكر عادي، بنعمل تحليل سكر تراكمي عشان نطمن طول الفتره اللي فاتت وضعه كان محافظ على نفسه ولا مش محافظ على نفسه. الزراعه في حد ذاتها ملهاش ضرر، يعني الزرع نفسه ملهاش ضرر على الانسان. الضرر ممكن يكون من العمليه نفسها او من لو هو عنده مشكله، مثلا المريض عنده سيوله، المريض عنده سكر uncontrolled، هنا بنخش في مشكله ثانيه ان احنا نقدر نحافظ على المريض بتاعنا ازاي. طب سؤالي يا دكتور، بيقول ان انا بقول ان المرض نفسه هو اللي بيعوق زراعه السنه، ولا العلاج اللي بيتاخد للمرض هو اللي بيعوق؟ هو ممكن الاثنين. في حاله مريض السكر uncontrolled المرض هنا بيعوق ان انا ازرع، بس هنا مش بنقول ان احنا مش هنزرع، احنا هنقول هنظبط الاول. هنظبط الاول طبعا. هنظبط المريض ازاي عشان نقدر ان احنا نزرع له. بالنسبه للنقطه الثانيه العلاج، لو مريض بياخد علاج للسيوله هنا برضو هنظبط مع الطبيب اللي هو بيتابع معاه الاول برضو قبل ما نزرع. طبعا لازم الاول هي موضوع ما فيش ابسوليت كونترا انديكيشن في الموضوع ده، بس احنا نقدر نقول ان احنا هنظبط المريض الحاله الصحيه المريض في الحالات اللي زي دي. الاول بنظبط وبعد كده بنبدا في الزراعه. بالظبط. طيب عايزه اعرف من حضرتك ايه الفرق بين التركيب والزراعه؟ ده سؤال مهم عايزه اعرفه واعرف بيه المشاهد برضو. اكيد هنا في فرق، اكيد في فرق كبير ما بين الاثنين. تمام. هنفترض ان احنا عندنا سنه واحده مفقوده لاي سبب من الاسباب. تمام. السنه ديت احنا محتاجين نعوضها. في قدامنا وسيلتين. اول وسيله ان احنا بنحط الزرعه اللي هو زي ما اتكلمنا مسمار ونحطه ونركب عليه. الجزء الثاني ان احنا بنعمل حاجه اسمها بريدج، كوبري. الكوبري ده بنبرد السنه اللي قدام السنه دي واللي وراها نحط عليها البريدج. بس هنا هنخش نتكلم في مشكله ثانيه. المريض المفروض ان هو ما اعتناش بالسنان الطبيعيه بتاعته، فقط السنه الطبيعيه اللي هي طبعا ربنا ادانا اللي هي احسن حاجه ممكنه. طبعا. فهنفترض ان احنا هنعمل له احسن تركيبه، احسن نوع تركيبه ممكنه. اكيد. وهنا نواجه مشكله ان تنظيف تركيبه اصعب بكتير من تنظيف او العنايه بالسن الطبيعي. ايوه. فوارد فقد السنان نفسها اللي تحت التركيبه، وارد ان يحصل تسوس. وهنا هنبتدي نكر زي ما بنقول السنان بتكر ورا بعضها، ان احنا نخسر سنه اكثر من سنه في الموضوع ده. فهنا بنفضل الزراعه افضل في الموضوع ده. طب احنا بنقول مفضل الزراعه دكتور، بس في برضه حاجه مؤرقه جدا للمريض، ان هي بتقول ودي حاجه مؤكده، ان الزراعه اصعب ماديا. مش هنضحك بقى على الناس ونقول ان هي اصعب ماديا كتير عن التركيب. ايه راي حضرتك كده بمنتهى الصراحه؟ هي المقوله صح وغلط في نفس الوقت. بمعنى ممكن في الوقت الحالي او واحنا بنزرع هي اغلى شويه من التركيب، لكن على المدى الطويل لا هي ارخص. يعني هعمل بمعنى ان مش هنقول العمر الافتراضي، هنقول ان المفترض ان التركيبه هتقعد معايا قد ايه، وهتاثر على السنان اللي جنبها. طيب. اللي احنا ركبنا عليها قد ايه. وهنقول ان الزرعه هتقعد معايا قد ايه ومدى تاثيرها اللي جنبها. لا. أيوة. بالعكس، الزرعه بتقعد وهتحافظ على العظم. العظم اللي احنا اللي موجود فيه الزرع ده او عظم الفك عظم وظيفي. في حاله ان انا ما حطيتش فيه حاجه او السنه فقد السنه بيبتدي العظم يتاكل العظم الوظيفي ده. فانا لما عشان احافظ على العظم واحافظ على المدى الطويل عليه الزرعه بتحافظ لي على الكلام ده كله. وفي نفس الوقت زي ما بقول لحضرتك ان التركيبه ممكن، طبعا التركيبه ممكن تاثر لي تاثير سلبي على السنان اللي حواليها اللي انا المفروض ان انا حكيتها وبردتها من كل الاتجاهات عشان اقدر احط فيها البريدج بتاعي. فهنا نقدر نقول لا، الزراعه ارخص.
عشان المدى الطويل. طبعا بنعمل حاجه ومثلا بنقول بننساها شويه بمعنى اوضح يعني. بالظبط، احنا تمام. بننساها شويه لو اتينا بيها. طيب دكتور سيد، احنا بنقول برضو ان احنا بالنسبه للزراعه في سن معين ولا اي سن ممكن يحصل له زراعه اسنان؟ مبدئيا كده اقل من 16 سنه ما نقدرش نزرع. بس تمام. حضرتك طبعا سؤالك عن السن الكبير، طبعا الزراعه لما اتعملت اتعملت اساسا عشان السن الكبير، السن الكبير مش لان الصغير. المفترض ان السن الكبير هو اللي بيفقد السنان مش السن الصغير. المفترض ان الشباب او الاطفال احنا بيحافظوا على اسنانهم واسنانهم بتكون موجوده، انما الكبار في السن هم اللي بيفقد سنانهم، عمليه فسيولوجيه، عمليه عدم اهتمام لما كبر في السن. فده اللي احنا اساسا معمول عشان نعوضه. فاحنا نقدر نقول ان في اي سن اقدر اعمل زراعه، لحد 100 سنه اقدر اعمل عمليه زراعه. يعني مش محدد لنا سن معين. لا مش محدد ليا سن معين، بس احنا بس محطوطين بقيود. بيفضل بعد سن 16 او 18 سنه. يعني ما احنا بنقول ان احنا اقل من 16 سنه مش هينفع، بس احنا بنتكلم على السن الكبير. القيود الاساسيه اللي عندنا، الحاله الصحيه للمريض نفسها اللي احنا قلنا عليها، تمام. التحاليل، الاشعه بتاعتنا، اللي هنطمن على المريض لو قبل ما نعمله. طيب احنا لما بنزرع مثلا، انا مطلوب مني ازرع 10 اسنان، هل دول ينفعوا في مرة واحدة ولا بيبقى في فترة زمنية المفترض ان احنا يعني بناخدها معانا في الحسبان كده، ان انا ما ينفعش ازرع النهاردة وازرع الاسبوع الجاي او ازرع الاسبوع اللي بعديه؟ هو دلوقتي السؤال، انا ليه هعرض المريض لاكتر من عملية؟ لو انا هزرع فك كامل، الفك الكامل حوالي 14 سنة بنعوضهم، ممكن نحط من 8 ل 10 زرعات. انا ليه هعرض المريض لاكتر من عملية؟ هي عملية واحدة، مرة واحدة. نزرع فيها كل حيوانهم على اساس ان هو المريض بياخد بنج يعني كلي مثلا؟ لا، ولا هو في الحاله موضعي؟ دي مش في الاساس يعني. الاساس الزراعه كلها بتعمل تحت في بنج موضعي، الا في حالات خاصه جدا. المريض بيخاف زياده عن بيخاف زياده عن اللازم. مريض هيكون هيتعمل له بنسميه ترقيع عظم زي ما بنقوله، هيقعد فتره طويله وقلقان، او هناخد عظم من منطقه تانية من الفك. ساعتها احنا بنفضل ان احنا نخدره تخدير كلي ونعمل له كل حاجه مره واحده، وهنا برضه بنعمل له كل حاجه في نفس اليوم. طيب في حد مريض بيبقى عنده حاجه مستديمه او مرض مزمن اللي هو مرض اللثه، ده راي حضرتك ايه بقى لو هو فعلا عايز؟ احنا قلنا ان احنا بنظبط الاول المريض. لا، اللثه مش الامراض العضويه العاديه، اللثه برضه. اللثه دي بيبقى فيها مثلا تورمات دايما، برضو عايزين نعرف المشاهد ايه اسبابها. ما هو التورمات ديت بيكون اسبابها ترسبات على الاسنان نفسها. ترسبات على الاسنان ديت زي ماده الجير مثلا بنقول. احنا بنبتدي قبل ما بنعمل اي حاجه بنبتدي نعمل تظبيط للاورال هايجين بتاعت المريض نفسه. ان احنا كله طبعا لازم، لو احنا هنزرع سنه واحده بنعمل الموضوع ده كله. ننظف السنان، لازم تكون السنه نظيفه علشان نقلل عدد البكتيريا الموجود جوه الفم، علشان ما يحصلش اي عدوى للزرعه نفسها طبعا. فاحنا ده كل ده جزء من الاجراءات بتاعتنا اللي احنا بناخدها علشان نقدر سواء هزرع فك كامل، هخلع السنان كلها وازرع فك كامل، او هزرع سنه واحده. ده بيرجع لحسب العدد اللي احنا هنزرعه فعلا بالفعل. بالظبط. طب حضرتك دكتور سيد، احنا بنقول زراعه الاسنان احنا ما حددنالهاش وقت معين، احنا قلنا دايما احنا بنرجح للسن الكبير بيعملها عشان تستديم معاه شويه، او هو طبعا بيبقى اكتر عرضه لان اسنانه بتبدا تقع تتكسر الكلام الياما ده. تمام. طيب حضرتك بتفضل زراعه الاسنان في كل الحالات عشان حكايه المدى الطويل او المدى البعيد؟ بالظبط. دي حقيقه. احنا النهارده حسبناها من التكلفه الماديه، قلنا التركيب بياخد وقته ولازم يتغير، او الاسنان اللي تحت التركيب بيحصل فيها مشاكل، فبنضطر نعيد التجربه تاني. انما الزراعه بتتعمل على اساس اللي هو ايه؟ ان احنا بنركب على اللثه دايركت مباشره، يعني مش بيبقى فيه اسنان تحت في اللثه خالص. بنركب في العظم مباشره. ايوه، في العظم نفسه، في العظم بتاع المريض، بتاع الفك. المريض بيركب في عظمه نفسه السنه، او بيزرعها بمعنى اصح واوضح، وبعد كده بتستمر معاه. بالظبط. طيب عشان نطمن برضو مريض اللي هو داخل على زراعه اسنان، هل زراعه الاسنان فعلا المريض بيقدر ياكل كل حاجه زي الانسان الطبيعي، او اللي عامل تركيب؟ او طبعا احنا قلنا افضل هي الزراعه افضل، فاحنا مش هنقارن بقى بالتركيب، احنا بنقول بالانسان الطبيعي. في معلومه كده معرفش هي صح ولا لا، بس هنجاوب بيها بامانه مع بعض، يعني ان مريض زراعه الاسنان ده بيقولوا ان هو بيرجع كانه لسه سنانه يعني بتبقى اقوى من الطبيعي. طبعا دي المعلومه دي عايز اعرفها من حضرتك. هو
مش سنانه اقوى من الطبيعي، هو اسنانه بتكون شبه طبيعيه. ولا هو الدكتور اللي بيقول كده بيطمن الناس؟ معلش برضه انا عايزه اطمن الناس كلها. السنان الطبيعيه مهما حصل فيها بيكون فيها احساس، طبعا المريض بيحس، ده خلقه ربنا بقى سبحانه وتعالى، في ريسبتورز وفي حاجات المريض بيحس وهو بياكل. الزراعه ما فيهاش موجود فيها الموضوع ده، فعشان كده المريض بيحس ان هو يقدر ياكل حاجات على الزرعه اكتر من السمنه. هي دي، وهي دي المشكله الاساسيه بتاعتنا. يعني ان المريض يستخدم الزرعه في شيء غير مخصص ليه. ايوه يعني كان عندي مريض كان اشتغل ميكانيكي، كان عنده، هو جالي برضو قلنا ان احنا هنزرع، وزرعنا زرعتين فوق بعض. يقول لي لما احتاج اتني سلك او مفك او اعمل حاجه بحطه ما بين الزرعتين واتني. يقول انا ما اعرفش اعمل كده بسنان الطبيعيه، بس بعرف اعمل كده بالزرعه، بالسنان المزروعه بالظبط. فطبعا احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نفهم المريض ان السنان للاكل، او للاكل مش للكسر بالظبط. اللي تقدر اللي انت ما تقدرش تعمله بسنانك الطبيعيه ما تعملوش بالزرعه. طبيعي، ده طبيعي، يعني المفهوم خطا، بنقول كده المفهوم خطا. إيه طب لما بنزرع سنه في حاجات طبعا ممنوع مثلا او مش ممنوعه، اكلات عليها معينه، زي مثلا ايه؟ النواشف، الحاجات المطاطه، الحاجات اللي هي المرهقه اصلا للسنان الطبيعيه. ممكن تكون حضرتك بتتكلم في كده، تقول ايه بقى اللي هو زرع سنه؟ ممكن تكون في الفتره الاولانيه بس من الزراعه، على الزراعه تمسك كويس في العظم ده. لو عملنا تحميل في نفس يوم الزراعه، يعني جه المريض زرعنا وحطيت له التركيبه في نفس اليوم، هنا المريض لا، في الاول لا، لازم ناكل على سوفت دايت، حاجات بسيطه في الاول لحد ما الزرعه تبتدي تمسك في مكانها. طبعا بيكون مركب السنان مؤقته، بتكون اقرب للبلاستيك اكتر من السنان الطبيعيه، ودي بتتغير بعد من 6 ل 12 اسبوع من الزرعه. دكتور سيد، سؤالنا الاخير بقى والمهم قوي اللي حضرتك هتقوله لنا برده في انجاز كده وفي ملخص جميل، ان برده المشاهد يطمن قوي، بعد زراعه الاسنان نصايح حضرتك العامه ايه لاي مريض زرع سنه؟ هو هنتكلم النصايح العامه للناس كلها، مش لا احنا زراعه، احنا النهارده حلقتنا عن الزراعه. طيب. للناس كلها دي حلقه تانية، احنا بنتكلم عن مرض الاسنان عامه. طيب، هو العنايه والاهتمام، تمام، دي اهم حاجه، الوقايه خير من العلاج مبدئيا. طبعا كل حاجه العنايه والاهتمام لازم. المريض تحديدا، المريض اللي زارع لازم يتابع مع الدكتور مره كل 6 شهور، يشوف اللثه وصلت لايه. حصل فيه التهابات في اللثه، حصل نزول للثه، تراجع اللثه ولا لا، الدكتور بيعمل اشعه ويطمن على اللثه. والاهتمام في البيت طبعا اهم حاجه، طبعا استخدام الفرشه والمعجون، خيط الاسنان، كل حاجه. الاهتمام الاهتمام، متابعه الطبيب، متابعه الطبيب كل قد ايه بعد الزراعه؟ مفروض كل 6 شهور. كل 6 شهور. طيب دكتور سيد، انا طبعا بشكر حضرتك جدا في نهايه حلقتي، وبتمنى ان حضرتك فعلا يكون لنا لقاءات جميله متعدده عن التركيبات بقى، وعن الاسنان عامه، وعن اسنان الاطفال، وعن كل حاجه ان شاء الله. احنا سعدنا بحضرتك جدا جدا، ورجاء نكون اسعدنا برضو المشاهد بلقائنا الجميل مع حضرتك. ونشكر حضرتك جدا جدا دكتور سيد. اعزائنا المشاهدين، فاصل ونعود مع دكتور علاء الدين ناصر عن كلم عن مرض السمنة عامةً.